الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرا أن الإسلام في أزمة، فهل كان مخطئا؟ وهل أن الإسلام في أزمة أم أن المسلمين في أزمة؟ وهل يصح لو قلت شخصيا أن الإسلام هو الأزمة، بل ولا يحيا إلا بوجود أزمة؟ طبعا هذا قول يبدو حاد، ولكن الأمر ليس كذلك، سأوضحه في نهاية هذا الفيديو، فكونوا معي. معكم منصور الناصر. والآن، الإسلام في أزمة أم المسلمين؟ أم أنه هو بحد ذاته الأزمة؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد أن ننوه إلى قضية مهمة جدا، وأن كثيرين تناولوا هذا الموضوع ونشروا آراءهم، وأرى أن أغلبنا ارتكب خطأ كبيرا في التسرع بالحكم على ما يجري. فمهما كانت قيمة آرائنا ومهما كان موقفنا معها أو ضدها، لابد أن نسأل ما جدوى كل هذا الحديث، وهل من الضروري أن نكون فرنسيين أكثر من فرنسا أو علمانيين أكثر من ماكرون؟ ما هو الهدف من الذي نفعله جميعا، سواء كنا مع الحالة أو ضدها أو محتجين أو متوافقين أو مترحمين أي شيء؟ ما هو الهدف من كل هذا الذي يجري؟ هل هو الانتقام؟ انتقام ممن ولماذا؟ ماكرون رجل مسؤول، واجبه أن يخدم مصالح بلده، هذه المسألة مفهومة وليس من واجبي أن أدافع عنه، لكن المسلم يعتقد أن من واجبه أن ينصر أخيه المؤمن. ولكن كيف؟ هل ينصر شخصا قطع رأس شخص آخر مجرد هو طرح فكرة أو رسم صورة؟ حسنا، هناك ناس يبررون الموضوع ويقولون هذه إساءة لدين يتبعه الملايين ولنبي هذا الدين، يعني هم يتناسون الضحية ويعذرون القاتل، وكأن الأديان وهي مجرد حفنة أفكار أقدس من الإنسان، أي أنهم لا يحترمون حتى أنفسهم كبشر. يعني أنا إذا أنا ما عندي دين، يعني هل الدين أهم من الإنسان؟ المقدس الأكبر هو الإنسان قبل الأديان، لأنه بدون أديان ماكو إنسان. إذا أديان وحدها شو جدواها؟ المهم وجود إنسان حتى بعد ذلك يؤمن بأديان أو غير أديان. القصد أنه هؤلاء عندما يقدسون الفكرة، أنهم في الوقت نفسه يدنسون أنفسهم، وعندما تدنس نفسك أنت في النهاية أنت لا شيء، أنت تفقد ذاتك. القصد هذول اللي يتحدثون بهذه الطريقة ما يحترمون الأفكار بالنتيجة، وهي مجرد أفكار نشرها رجال دين في ظروف غامضة ما نعرف الآن، ظروف تلعبت بها مصالح وسياسات وقضايا كثيرة. مع هذا قول لا بأس، فهمنا قول هؤلاء الناس ونسألهم، أنتم على حق ودنست مقدساتكم، ما هو المطلوب؟ ماذا تريدون؟ أن تطبق فرنسا مثلا الشريعة المحمدية؟ يعني ثم من أين تجيئون بهذا الحق؟ من يجيز لكم أن تفعلوا هذا الفعل؟ أو ما هي علاقتكم بفرنسا مثلا؟ هذه دولة لها قوانينها واختلاف الثقافي والحضاري والسياسي، الموجودين فيها من المسلمين وجودهم كان حديث بها يعني من بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما حصل إلا بعد بفضل قوانين حرية التعبير وقوانين حقوق الإنسان التي الآن يتحججون بها على فرنسا. القضية يعني غريبة، الآن ما أنا أصف فرنسا لازم، لكن أنا أحاول أن أصف المشهد كما هو، وبالنتيجة نطلع من عنده بتصور واضح ينصف جميع الأطراف، وأيضا والأهم يقودنا إلى حل لمعظم الإشكالات بعد ما نفهم الحالة كما هي. طبعا هذا كلام ينزعج منه المتمسكين بأفكارهم، لأنه بالضرورة راح يفسد عليهم شهوتهم ممارسة العنف أو الانتصار للعنف والبطش وبالآخرين، سواء عن فعلا أو قولا أو تحريضا. لكن يجب أن نحتكم في النهاية لصوت العقل. ماذا تريدون؟ مواجهة دول عظمى تستطيع إيذاءنا بألف طريقة وطريقة؟ ألا يعبر هذا السلوك عن أزمة نفسية أو ثقافية داخلنا؟ لماذا لا نفكر في تقدير ما نحن عليه في البلدان الغربية ومساعداتها لنا؟ أنا لا أقصد الدول الغربية، بالتأكيد أساءت لنا كثيرا خارج بلداننا، لكن عندما نكون داخلها مساعداتها واضحة والكل يعرف بها، ليست سرا.
علينا أنا أعتقد أن الخروج من عالمنا الدين الضيق وعالم الدين الضيق والقديم حتى ونتصالح مع العالم وجميع ثقافاته. هذا الشيء الطبيعي، السلوك الطبيعي. بالمناسبة فرنسا اللي نعرفها الآن كانت تعاني من أزمة مشابهة لأزمتنا في هذه اللحظة، بل أن معاداتها وتعصبها الديني كان أشد بكثير مما نحن فيه حاليا، بدليل أنه لم يكن يسمح حتى قبل قرنين أو ثلاثة قرون بوجود بروتستانتي واحد، الكل يجب أن يكون كاثوليك، والفرنسي حتى كمواطن كان يعتبر كاثوليكي، الغير كاثوليك لا يعتبر فرنسي ويجب طرده أو قتله أو تصفيته. وعلى هذا الأساس جرى تصفية الملايين من المذاهب الأخرى ومن ضمنهم يهود طبعا. هذا ما تريدون أن نتعرض له الآن؟ أن تقامرون بحياة ومصير 50 مليون مسلم في أوروبا فقط لأنكم تريدون ممن استضافكم أن يترك قوانينه وقيمه ويمشي وفقا لأهواءكم وشريعتكم؟ ثم هل تريدون شن حروب فتوحات جديدة؟ ماذا لدينا لنفعل ذلك؟ ما هي قوانا التي تسمح لنا بهذا؟ ثم بماذا سنفوز؟ سيفوز رجل معمم أو يقودنا كالقطيع خلفه؟ ماذا سنحصل غير القتل والموت والدمار والمرض والجوع والتشرد والمبيت في خيام اللاجئين؟ وهذا موجود حاليا. أنا أشاهد أناس يعيشون وسط أوروبا من العرب والمسلمين، هذا شيء غريب، مرفهين منعمين كل شيء، لكنه حين يتحدث تظن أنه يعني قادم من القرن السابع الميلادي، كأنهم عايشين في عالم آخر مسحور، عالم يعني عالم لم ينزع عنه السحر كما يقول ماكس فيبر. أختصر وأقول طالما بقيت كل جهة محافظة على موقفها هذا فلن يحدث أي تغيير، وسنواصل السقوط في درك الجحيم إذا صح التعبير. فطالما بقيت كل جهة محافظة على موقفها لن يحدث أي تغيير. أنا أعتقد نحن بحاجة ماسة الآن لأن نفكر بطريقة أخرى مختلفة تماما، طريقة لا تصطدم بالآخرين، إنما تتفهم وتتفهم وجودهم وتتقبله وتحترمه. أنت تطالب باحترام معتقدك ولا تحترم بالمقابل قيم الآخرين، هذه بصراحة بجاحة وصلافة وشيء لا يفتخر به أي إنسان. الغربي يرى أن مثلا امرأة منقبة تمشي في الشارع اعتداء شخصي عليه، هو هكذا تعلم، هكذا يفكر، اعتبر هاي المسألة مو شخصية. أما أنت تجي يعني لما تجي تقول هاي حرية شخصية فيقول لك هاي الحرية الشخصية أنا وضعتها، هاي المبادئ أنا وضعتها، أنت تجي تعلمني شنو الحرية الشخصية، مو من حقك تعلمني. الحرية الشخصية صحيح، لكن عندما هاي توظف توظيف سياسي موضوع يختلف. أنت عندما تحجب نفسك عني وتراني فهذا موضوع فيها إنه، لأن أنا ما يعني أشك بالقضية، أكو شيء مو طبيعي، وفعلا شيء مو طبيعي، لأنه أنا عندما نتعرض أي مسلم رأسا نتحيز له، ورجل موجود يقطع رأسه، وناس يسحقون بالشاحنات بالمئات يموتون، وناس يجسرون في المقاهي يجون يقتلونهم، لحد الآن 400 شخص قتلوا خلال بضعة سنوات في فرنسا بسبب الإرهاب الإسلامي. وفعلا إرهاب إسلامي، لا يعني الإسلام إرهابي، لكن أعلم بأنه الإرهاب الإسلامي هو هذا الموديل الحديث اللي ما كنا نعرفه هاي 40 سنة 30 سنة الأخيرة، هو هذا الإرهاب الإسلامي، ما تسميه أخرى، شو تسميه يعني؟ فأنت ما ممكن تستعين بالقيم الغربية الأساسية وتحولها إلى سلاح تحاربهم به. طبعا هاي فضيحة، لماذا وهي فضيحة شلون؟ لماذا تعتز وتدافع بل وتقاتل بدمك ومالك وبروحك في سبيل قيمك ودينك، لكن عندما تريد أن تدافع عن قيمك ودينك لا تستعين بقيم هذا الدين في الدفاع عنه، إنما تأخذ من الآخرين قيمهم وتدافع به عن دينك. قيم غريبة عليه مثل قيم الحرية التعبير وحقوق الإنسان وحق المساواة، هذه كلها ما موجودة بالدين مالتنا. فهذه فضيحة، يعني أنت يعني تعيش مأزق شرخ بداخلك، هذا الشرخ يخليك ما تستعين بدينك، كأنما تخلى يعني شيء
طوطم او رمز فقط، هذا لا احد يمسه، لكن عندما تدافع عنه تدافع عنه بادوات الحاضر وقيمه واخلاقه ومبادئه. هذا وحده هذا تعبير عن ازمه، تعبير عن ازمه هائله. واعتقد انه هذا تعبير كبير عن احساس عميق بالفشل. هذا الاحساس العميق يخلينا نستفز بسرعه ونثور لأدنى مس بهذا البرواز أو الإطار الديني الذي تعودنا عليه. واضح أننا كمؤمنين غير متصالحين مع العالم المعاصر، وأننا كلما مضى الوقت نزداد أو تزداد مساحة الهوة بيننا وبين هذا العالم، وهذا ما يتضح في كل فعل أو اعتداء أو عملية رهابية. أنا شخصيا أشعر أننا نتهاوى كل يوم أكثر وأكثر في حالة من الهبل، حالة من الجنون الجماعي المنفلت. وتوقعاتي طبعا إذا استمرينا على هذه الحالة أن هذه الأزمة ستتصاعد وستتدخل فيها المزيد والمزيد من الأطراف. لكن كيف نفهم مواقف جميع الجهات ذات العلاقة في هذه الأزمة؟ وكما قلت يبدو هنا بدأت تتصاعد. أنا أقول بأنه التهرب من المواجهة كما يفعل كثيرون لن يزيدنا إلا تشتتا وتخلفا ودمارا. والصحيح هو الاعتراف بوجود أزمة. ليس لدينا كمسلمين وعلمانيين أو مدنيين أو أيا كان، إنما الأزمة موجودة لدى جميع الأطراف. إنكار وجود هذه الأزمة سيضاعف عدد الأزمات ويؤزم الأمور أكثر. يفترض بنا بالتالي أن نخرج من خندق وخنادق التاريخ ومشاجب المليئة بالأسلحة الصدئة والمدمرة. نخرج ونناقش واقعنا كما هو وبأدوات الواقع وشروطه وظروفه وبروحية متفهمة وتسعى للوصول إلى حل. نعم لا بد من الدفاع عن مصالحنا كعرب ومسلمين، ولكن ما جدوى أن تدافع عن مصالحك عن طريق الذبح وأبنائك وأحفادك وشعبك يدفعون الثمن لاحقا. يجب أن نفهم أن التجربة الإنسانية واحدة، وأن هذه الحقيقة باتت أنه الإنسان مصيرنا واحد، أن هذه الحقيقة باتت تتضح كل يوم. كورونا كان رسالة واضحة وما زال هاي الرسالة حاضرة فيما بيننا جميعا بهذا الموضوع، أنه كورونا ما يعرف دين ولا يعرف أنت عربي أو مسلم أو مسيحي أو هندي، ما له علاقة، هو يجي يتعامل معك كجسد. فبالتالي احنا مصيرنا واحد، وهذا يحتم علينا مجابهة هذا العدو. وهناك أعداء آخرين كثيرين يستقبلنا بالمستقبل، مثل الاحتباس الحراري وتغيير المناخ غيرها. عندما أنت تجي وتفترض بأنه أنا الآخر أرفضه لأنه قيمه تختلف عني، أنت راح تأذيه وراح تأذي نفسك بالنتيجة. يعني الأذى، لا تعتقد بأنه أنت عندما تقطع رأس أحد أنك ثأرت لدينك، لا، أنت ارتكبت جريمة بحق الإنسانية. هذه الإنسانية لا يوجد بها قطع رأس، هذه زمن الشعوب البدائية. الآن أنت تجي تقطع رأس، وبعد ذلك المفارقة عندما يجي يناصرون القاتل ولا يناصرون الذبيح. الذبيح مهما كان هو قال رأي لا أكثر ولا أقل، تركه. إذا عندك رأي جابها برأي مثل ما هو، وإلا هذا فأنت عندما تتصرف بهذه الطريقة أو تحرض على هذه الطريقة فأنت بالتالي تعيش في أزمة. القتل هو ما هو القتل؟ لماذا تذبح وتقتل؟ لأنك وصلت لطريق مسدود، والطريق المسدود معناها أنت في أزمة. ومحلا لهذه الأزمة أنت تحاول أن تقطع رأس هذه الأزمة، لكنك بقطع رأس هذه الأزمة تخلق أزمة أخرى وتتعقد الأمور، وبالنتيجة ترتد عليك وتنال ما تنال. وهو بالفعل احنا ننال الأسوأ. الآن كل شعوبنا العربية متخلفة، والعالم كله يخشى من أدنى ومتخوف، مطارات مغلقة، التفتيش صارم معانا، الكل متخوف من أدنى. مجرد يعرف مسلم أنت الآن يعني أكو شك بك. حتى المسلم العادي، لأن حتى هذا الشاب الصغير ما كان معروف، هو شخص شاب حتى طفل بعده. أنا راح أطرح الآن بعض النقاط في هذا الفيديو، وأعتذر على سبب الإطالة لأن الموضوع كلش ثار غضبي. مشهد قطع الرؤوس و مناصرة الآخرين لهذه العملية، أنا أعتبر أنا ما لأي بهذا الشخص فرنسي، كائن من يكون هذا الشخص، شخص يقطع رأسه في وسط الشارع، يعني مهما فعل
أنا هذا شيء يعني مقزز للنفس ولا لا يمكن تخيله. والأصعب منه أن هنالك ما أقول آلاف ملايين يؤيدون ويناصرون هذه المسألة، ولكن هذا دليل على أنه وجود غسيل دماغ كامل، وأكو قصور في الإحساس الإنساني، قصور في قدر على النظر لما يحدث. تخيل شخص وسط الشارع يقطع رأسه، تخيل ما تخيل شخص تنصب له مقصلة ويحرق عليها، تخيل. لا هذا المشهد الواحد كيف ممكن واحد حتى تتضح المشكلة مالتنا وين؟ لابد أن نحلل التاريخ القريب لما حدث. أولا منذ منتصف القرن التاسع عشر والعرب يشعرون بالأزمة، فقد أحدثت الحضارة الغربية انقلاب جذري هائل على جميع المستويات، ولم يكن ممكن عدم التأثر بما جرى. وهذا طبعا هنا احنا واجهنا سؤال مصيري، لماذا؟ لأننا مجتمعات ما زالت تعيش بطريقة قديمة وفقا لتعليمات تعاليم وقيم ثقافات قديمة، وهذه الثقافات تقوم كليا على أسس دينية، فكيف ممكن التخلي عنها يعني حتى لو شئنا ذلك؟ بالفعل كانت مهمة جبارة وتحدي هائل يتطلب بالضرورة استعارة أدوات جديدة كليا لا توجد في يعني خزائننا المعرفية الدينية التقليدية. وهنا المعضلة تصير أكثر تعقيدا، أن وخاصة وأن المهاجم، هذا المهاجم الشرس ما كان مسلح فقط بأسلحة مادية جديدة من مدافع وطائرات وقطارات وبنادق وأسلحة معقدة، لا كان مسلح بفكر جديد ورؤية جديدة للعالم والإنسان، ولا وجود لما يناظرها في قوامسنا المروثة على الإطلاق، لا وجود لأي شيء قريب من أجهة. وحتى لو وجدنا شيء داخل ما يقاربها في المعنى فلن تقاربها في الإطار أو الفضاء الذي تحتاجه لكي تكون نفسها. معقد الموضوع أكثر أن وحش الحداثة لا صح التسمية انتصر على شعوب كثيرة وتمكن من إبادتها، لكن إحنا كمسلمين وعرب سللوا حضارة عظيمة. نحن لسنا كالهنود الحمر ولا أقزام أفريقيا ولا سكان الأمازون ولا سكان أستراليا البدائيين، نحن أبناء حضارة تعتز بنفسها وتراثها وأديانها. وهذا طبعا يعرف الغرب، يعني ليس بالسر. لهذا ماذا فعل؟ عرف كيف يؤسس لنفسه بيننا حضور سياسي وثقافي وتكنولوجي، وهذا كان حضور مؤثر جدا، سواء على شكل استعمار مباشر أو نفوذ سياسي واقتصادي غير مباشر. ما نعاني منه الآن كان الغرب نفسه سببا فيه، لمجرد أنه كان خائفا من التمدد الشيوعي، فبلداننا لم يكن فيها الإسلام ولا رجاله ولا المتعصبين له بهذه الطريقة. هذا الإسلام اللي موجود حاليا مختلف، لم تعرفه لا والدتي ولا والدتك ولا أهلي ولا أهلك. عفوا. لماذا؟ لأنه لم يعد إسلاما أو دينا بريئا، كل ما فيه مشبوه وتتداخل فيه المصالح والمطالح، حسابات الدول والمخابرات والمافيات وحتى الفاسدين والفاسدات. دين أصبح مشبوه مثل هذا ما يجدر بينا إحنا، وأنا ما أعتقد يعني كل إنسان يحترم نفسه لابد أن يبتعد عنه ولا يروج له ولا لأصحابه. أنت صحيح تحتاج على موقف صغير، لكنك أنت تصير جزء من جوقة، هناك جهات ومؤسسات ضخمة تروج لهذه المسألة ولا تعرف إلى أين تؤدي، وتصبح أنت مجرد عتلة ضمن عتلات هذا الخراب الذي تديره مؤسسات ويعني استراتيجيات لا نعرف تفاصيلها، لا أنا ولا أنت. رأي هذا الدين الشائع كنا نعرف كيف انتشر وعن طريق أي تحالفات دولية وإقليمية بشعة جرى الاتفاق عليه، وهذا معروف يعني بنهاية السبعينات أو منتصف السبعينات جرى الاتفاق عليه مع برجينسكي والسادات وغيرهم. هذا اللي صار، هو هذا اللي سمح بالتالي بضخ مليارات من الدولارات لنشر الفكر السلفي المتطرف بيننا، وأيضا التساهل مع نشر الفكر السلفي أو الأصولي الشيعي الذي قاده
الخميني وولاية الفقيه بدعوته الجديدة ولاية الفقيه. وإحنا الآن نحن الآن ندفع ثمن دعم الغرب لهذه الأديان المدمرة لنفسها ولغيرها. لكن السؤال كيف فعل ذلك الغرب؟ كيف فعل هذا؟ تركنا نتناحر بأيدينا وثرواتنا وأفكارنا القديمة. هاي ببساطة يعني هو قال أنتوا عندكم تراث ضخم شبعوا به، أنا راح أترك لكم الفرصة تشبعون به. فبالتالي جعل ما نعتز به سلاح نطعن بأنفسنا قبل غيرنا. المفارقة وين؟ المفارقة أن دعاة الإسلام السياسي ما زالوا يعتقدون بأن الغرب يحاول نشر قيمه التي يسمونها منحرفة بيننا، وهم دائما يدعون بأنهم يدعمون جماعات الإلحاد والعلمانية والليبرالية في البلدان العربية. هذا كذب طبعا ونفاق صريح. بالعكس هم اللي يتلقون دعم، هم أصلا هم جزء من عتلة من مخططات المخابرات الدولية منذ نصف قرن، لا بل منذ قرن ونصف أو قرنين حتى يعني هذا كذب صريح. الغرب ما يعني لا يريد أن ينشر العلمانية ولا الليبرالية في مجتمعاتنا لأنه يخسر، لن يكسب شيء. يقول لك أنا ما أحتاج شخص يجي يعاملني بقيمي ويرتقي إلى مستواي. الشعوب العربية كأفراد أذكياء، لكن عندما تكون هناك مؤسسات رصينة وعلمانية وتخضع للعلم والشروط العلمية الدقيقة وتنمي أجيال وتربيهم بطريقة اللي يربي بها الغرب أبنائه راح ينافسنا وراح يعني إحنا شو قاعدنا؟ انتهى الموضوع. فالقصد أنه لا تدعون، الغرب يقول لنا لا تدعون بأننا عرضنا عليكم قيمنا وأرغمناكم عليها. أنتم ترفضون قيم الحداثة، تدعون أنكم ترفضون قيم الحداثة كمسلمين؟ لا، أصلا نحن لم نعرضها عليكم، كنا نحاول مساعدتكم فقط في تقبل مظاهرها شكليا كبناء المدارس المستشفيات المؤسسات الحكومية، ليس من أجلكم إنما لكي نستطيع التعامل معكم وفقا لطريقتنا في الإدارة والتنظيم والحكم. أما ما تبقى فغير متاح لكم، لا حق لكم مثلا بصناعة طائرات ولا سيارات ولا أسلحة، أصلا غير مسموح لكم. خلينا نراجع التاريخ القريب ونكتشف الأمر بوضوح. لحد الآن ممنوع أي دولة من مشاريع عبد الناصر إلى مشاريع صدام رغم سيئاتهم، وأيضا مشاريع إيران محاصرة. الكل دولة مسلمة لا يسمح لها بأن تتطور وترتقي في علميا وثقافيا وحضاريا. فرحانين احنا بديانا، وخليكم بديانكم شبعوا بها، وما راح يخسرون الغرب. بالمناسبة الآن يعتقدون أنه الغرب في أزمة، لا بالعكس هم خسرانين أقل نسب الخسارة. الآن هم متصلين يصير عندهم حوادث، يقول لك مو مشكلة عالجها. أرجع إلى ماكرون، أقول إن ما فعل ماكرون عندما قال إن الإسلام في أزمة كان مختلف هذه المرة عن سياسة الغرب القديمة، فقد أنا برأيي كشف الحقيقة وواجهنا بصورتنا في ذهنه هو أو في ذهن الإنسان الغربي. وهذه المواجهة بها قدر كبير من الصراحة غير مسبوق طبعا على الأقل، ليس لسواد عيوننا إنما لأنه شاهد بأن هناك أكو نوع من الخطر على بلاده من شرنا الإسلامي أو الثقافي على استقرار جمهوريته العلمانية. وهذا القصة بأكملها، الرجل ما له علاقة، قال خليك أنت بإسلامك وشبع إشبع به، بس لا تجيب لي مدينتي ودولتي العلمانية، إحنا عندنا قيم علمانية تحترمها، ما تحترمها اطلع برا أو نشوف لك حل. هو بالعكس يقول لك انت روح شبعوا باسلامكم وشبعوا الذبح، واحد يذبح بالثاني وفرقكم منتشرة، بس تجون يمنا لا ما مسموح. واعني مهما حاولنا التهرب من مواجهة قدر الحداثة ومنتجاتها وعواقبها فلن ننجح. لهذا لا بد ان نفكر ونجد حلا، غير ان المشكلة الاكبر عربيا هي ان التفكير لدينا ممنوع. نحن بصراحة شعوب لا تفكر، تتبع تقلد تلقن وتلقن، هكذا جرت تربيتنا. لا نحتاج للتفكير بأي شيء، وإن فكرنا في البحث مثلا عن أفضل الطرق لتعزيز وحماية ما هو ثابت وجرى تثبيته
بيننا عبر قرون، أو ما يطلق عليه دينيا أو فقهيا باسم ثوابت الدين. الكل مفروض عليهم المحافظة على ثوابت الدين، وأن يقرون إقرار جازم بأولوية حفظ الدين على حفظ النفس، لأنه يعني أكو تأويل متعسف لهذه المسألة، أنا ما يعني أجده غريب عجيب. المهم لازم نعترف الآن بأن الإسلام هو الأزمة، وهذه الأزمة عبر عنها الشيشاني حين قطع رأس المعلم باتي وسط الشارع وأمام المارة وهو يصرخ الله أكبر. ما هي تهمة المعلم؟ عرض للنقاش قبلها بأسبوع قضية شارلي إبدو ورسومها الكاريكاتورية لرسول الإسلام. ما كانت الرسوم هي الموضوع أصلا، إنما مبدأ حرية التعبير. كانت الرسوم مجرد يعني وسائل توضيحية، وهي معروفة بالمدارس. يومها يعني قبل أسبوعين تقريبا من يوم الحادث، أنا كتبت على صفحتي في الفيسبوك وقلت بأن وجهة نظر ماكرون ليس دقيقة، وهي والصحيح أن الإسلام هو الأزمة وليس في أزمة. حينها زعل بعض الأصدقاء. الآن أمضي أبعد وأقول أن الإسلام لا يمكن له أن يوجد إلا بوجود أزمة، فإن لم يجد أزمة خلقها بنفسه. لا توجد طبعا، أنا ما أعتقد لا توجد أي سعة في هذا الكلام، أنا أصف ما يجري. لا توجد بالمناسبة أي عقيدة أو أي أيديولوجيا أو أي فكر لا يوجد فيه لا توجد فيه أزمة. هو أي فكر، هو الحياة بحد ذاتها هي أزمة. الدين كأي أيديولوجية أخرى يرفض الحاضر وكل حاضر. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن لديه رسالة أو خطة ما لا تقبل الخطأ لإصلاح العالم، وأن على الجميع اتباعها، وإلا هكذا لابد من الاعتراف من الإسلام هو الأزمة، لأنه هو يريد يغير كل شيء، هو يريد يسيطر على كل شيء. يعني هو هكذا، يعني هذا مو نقد إله، هو هكذا، هو يقول أنا الإسلام هو الحل، أو هو أن الدين عند الله هو الإسلام. يعني هو يقول يعني أنا ما اكتشف شيء جديد، لكن علينا أن ندرك أو نفهم هذه الحقيقة، وعلينا أن نجيد التصرف معها، وإلا نستمر في معاناتنا كما يحصل الآن، أو ليس الآن، منذ 1500 عام. وهذا بسبب أننا لا نعترف بأن الإسلام هو الأزمة وهو مصدر الأزمة، وأنه عندما يوجد في مكان يخلق أزمة، ليس كما قال ماكرون بل أبعد بكثير، لأن هذا واقع قديم لم يكتشفه ماكرون، وأعتقد هو صعب عليه حتى يكتشفه. أنا برأيي قلت أنه كان الإسلام في أزمة بدقة منذ أول لحظة ظهر بها في مكة وحتى هذه اللحظة، لأنه بصراحة دين طماع، هو سواء هو أو أصحابه الكبار، ولا يقول كفى أبدا، يريد كل شيء، السلطة والثروة والأتباع والحكم الاستبداد المطلق والطاعة العمياء. مجموع هذه المواصفات تلخص الإسلام الشمولي في شكله الأيديولوجي الذي ورثته الآن حركات الإسلامية المعاصرة. لهذا لم تتوقف معارك الإسلام منذ يوم السقيفة، بل منذ يوم أول يوم بالهجرة النبوية من مكة إلى يثرب. الإسلام يعني قلت أكرر أنه هو الأزمة، لأنه في جوهره يرفض الآخر المختلف ويكفره ويكافئ من يقطع رأس المختلف المحارب كما يقول بعض الشيوخ. وهنا أصل لجوهر الأزمة. فماذا نقصد بكلمة الأزمة؟ الأزمة كلمة أو مصطلح قديم استخدمه الأطباء الإغريق، وكان المقصود به كرايسيس، كان المقصود به الإشارة لنقطة تحول حساسة جدا كان يجب اتخاذ قرار حاسم ونهائي فيها. وهذه النقطة الحساسة تتوقف عليها حياة المريض. طبعا هي تدل على حدوث تغير جوهري بين مرحلتين، مرحلة ما قبل مرحلتين، يعني ما يتعلق بجسم الإنسان، لأن هو المصطلح قلت هو طبي، فهذا التحول بين حالتين. ولكن لابد من اتخاذ قرار، هل تجرى عملية جراحية خطرة له أو لا. هذا المصطلح شاع بالقرن السابع عشر والسادس عشر، وكان يشير إلى
استخدم من المعاجم الطبية طبعا، لكن استخدم أيضا الإشارة لارتفاع حد التوتر بين الكنيسة والدولة، وبعد ذلك انتشر بالخمسة عشر، وحتى الآن بدأ يشير إلى وجود توتر وأزمة أو تقاطع مصالح. وفقا للتعريف، لا يوجد فكر أو عمل أو أي شيء في الوجود يخلو من أزمة. يعني عندما نباوع أنه أي شيء نحاول نسوي الآن عندنا أزمة. حتى أنا عندما أنا أتحدث معكم أنا فكرت كيف أجيب يعني الميكروفون، وين أخلي الإضاءة، وين أخلي كيف أفتح الكمبيوتر. عندي كان عندي أزمات كثيرة، لكن الآن أنا طلعت لكم شيء تشوفون الآن أنا حاولت أعالج قدر الإمكان هذه الأزمة. يعني هي أنا مو مقصود الأزمة كلمة سيئة، أنا أقصد أنه أدي قضية، لكن لا يمكن أن الإنسان أن يخرج من جو الأزمة. دائما نحن في أزمة، الحياة بحد ذاتها هي أزمة، وهذا اللي يخلينا نحس بالحرج، لأنه أنت عندما يقول لك الإسلام هو الحل معناته ماكو أزمة، الأزمة أنت فيك يقول لك. فهذا يعني القلب هو اللي يسوي هذه الإشكالات كلها، هو اللي خلينا نقطع رؤوس، لأنه إحنا ما فاهمين الموضوع بطريقة صحيحة، ماخذها بالمقلوب. هذا ما يجوز، انه الاسلام يقول لك لا كل شيء كامل ومنتهي والاجوبه كلها جاهزه ومنتهيه. هذا اللي يسوي لنا يضاعف الازمه، انه ينكر الازمه ويعتبر الازمه هي موجوده خارج هذا، خارج حياض الاسلام او حظيره الدين. هذا كلام يعني انا مو يعني انسان مو صاحي هذا اللي يحكي بهذه الطريقه. والان ناتي الى تحليل ردود الافعال. هناك بالطبع أنواع من ردود الأفعال المتحيزة، منها المتحيز منها المتضامن. هو هذه ممكن أوزعها في ثلاث اتجاهات أو أكثر. الأول رفض الاعتراف بالأزمة، وأغلب أصحابها طبعا هم من مسؤولين ومسيسين ومتحيزين سلفا لخطابهم الايديولوجي، وهذا الخطاب دائما يرفض وجود ازمه حتى لا يدخل نفسه في متاهات ويرجع يخاطب نفسه، لانه هو هدفه الاساسي معاداه الاخر وشن حرب عليه والدخول في صراع معه. فليس هو ليس في صدد مطلقا المراجعة نفسه، ممكن أن يراجع نفسه القيادات مالتهم فيما بينهم، لكن أمام الآخرين دائما يظهرون يحاولون إظهار قوتهم وجبروتهم. هذول عادة يستعملون مختلف أنواع الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، ما دام هم يعتبرون نفسهم في خط دفاعي أو خط هجومي يستعملون لهالغرض أي شيء، والكذب، الدجل، المؤامرات، النفاق، أي شيء. ومن ضمن هالأشياء اللي يستخدموها هي يستخدمون أيضا جميع الأسلحة المعرفية أو الأدوات الصراع الآن في العالم، وأدوات القيم أو القيم يستخدموها بأكملها حتى يعالجون أو يمررون أجنداتهم. ومن ضمن هذه القيم يستعيرون القيم اصلا اللي هم رافضيها واللي هم اعتبروها محاربه للدين الاسلامي ولايديولوجيتهم بشكل عام. هذه القيم استخدموها لمهاجمه ماكرون والعالم الغربي والعلمانيه، ولو كان حتى باستعمال مفاهيم علمانيه وحداثيه اصلا، مثل حق التعبير والتفكير وحق العباده وممارسة الحريات والإساءة للأديان إلى آخره. هاي كلها مفاهيم علمانية ما لها علاقة لكنهم يستخدموها حتى فقط عندما تكون في صف في صالحهم، عندما تصب في شيء آخر لا، الموضوع يختلف عندهم يعني يلفلفوه بطريقة أو بأخرى. من بين التعليقات اللي قرأتها يقول أحدهم مثلا: لا أعرف الغاية من نشر هذه الرسوم التافهة، ومع هذا يتكلمون عن الحرية وحقوق الإنسان. أنا أسأله بدوري عن ماذا نتحدث نحن بصفتنا مسلمين أو عرب أو سكان في هذه البلاد الشرقية، هل نتحدث مثلا عن رفضنا الاعتراف بحقوق الإنسان أو العمل بها؟ لماذا نجد عشرات الملايين من المسلمين في أوروبا وليس وحقوقهم مضمونة، بينما مئات الملايين من المسلمين
حقوقهم مهدورة ومستغلين ومستعبدين. هذا كلام غير صحيح، هذا يعني أنه الرجل متحيز سلفا ويأخذ موقف غير دقيق ويعتبر نفسه ليس نصيرا للحقيقة إنما نصيرا لفئة متحاربة، فئة واحدة من الفئتين المتحاربتين، وهذا بالطبع لا يؤدي بنا الآن إلى حل، بالعكس يؤدي بنا إلى إيغال في العداء للآخرين وإيغال في دق أسفين الخلافات فيما بين البشر. النوع الثاني من ردة الفعل كان في تقبل حقيقة وجود أزمة، وأغلب هؤلاء هم من المثقفين والعلمانيين ومتعلمين أيضا، لكن هؤلاء أيضا عندهم مشاكلهم، والبعض منهم راح زايد يعني بالتأييد المسألة، والبعض منهم ملحدين حاولوا استثمار الموضوع بطريقتهم، إنه قالوا هو هذا الإسلام الإرهابي وهو هاي حقيقته، يعني إحنا ما لم نأتي بشيء جديد، والغرب على أن يدفع ثمن مساندة لهم. المهم أكو طرف ثالث راح يتحدث بصفاقة خارج الموضوع تماما، وهم نسبة كبيرة من ردود الأفعال، مثل الكلام عن زوجة ماكرون، أو أنه كان ينبغي أن يتحدث عن أزمة البطالة في فرنسا وهو هارب من مشاكل داخلية عنده، أو أنه معادي للإسلام. وأنا أعتقد هذه رسائل توجيهية وتعبوية، يعني ما عادت تتليق بالناس أنه يستخدموها، لأنه عيب. يعني مثل ما أنت ممكن تعير شخص بشيء بقضية أخرى، ممكن هو أيضا يعيرك بأنه يقول لك أنت أيضا رسولك كان متزوج امرأة كبيرة بالسن، يعني هذا عيب أصلا ولا يليق بنا بأي إنسان يحترم نفسه أن يتحدث به. وأيضا هناك أشياء أخرى، مثلا بغض النظر عن هاي العمر أو الزوجة أو شنو علاقتها الزوجة، يعني هو قضية سياسية، قضية دينية، قضية تنظيمية. أنت وين رايح طافر على المرأة؟ شنو علاقة الموضوع بها؟ على كل حال هذه أساليب تسقيطية تكشف يعني فشل ذريع في التعامل مع الحقائق والأشياء والتهرب من مواجهتها. أنا ذكرتها بالبداية. هناك من يقول بأنه فرنسا دولة استعمارية، هذا صحيح، يعني هذا أصبح من الماضي يا أخي، يعني 60-70 سنة 80 سنة انتهى الموضوع، أو حتى 40 سنة انتهى الموضوع، الآن دولة مختلفة، مثل ما احنا أيضا كنا دولة مستعمرة أو شعوب مستعمرة لغيرنا. هاي مسألة تاريخ تتطور، هم أيضا اعتذروا بعضهم، معظم هاي الدول اعتذرت عن ما قامت به بالسابق، وأيضا احنا بس احنا ما اعتذرنا، احنا احتلنا دول. ليش شنو الجزائر؟ الجزائر دولة عربية مثلا، أو تونس، أو حتى مصر، أو حتى العراق، مو دول عربية، كلها اجت صارت نتيجة الفتوحات واحتليناها وصارت دولة، يعني هذه ولا كانوا مسلمين ولا أي شيء. فممكن نقول ان دولة كانوا مستعمرين، فكل احنا عندنا هذا الشيء. المهم احنا المجتمع البشري او الصنف البشري او الجنس البشري اتطور، والان هو في صدد نسيان الماضي. احنا الان في صدد انه نتوحد فيما بيننا، لانه امامنا اخطار كثيره مشتركه مستقبلا، ولا نستطيع بعد الان ان نفترق عن بعضنا، لانه الازمه اللي تصيبني أو الفيروس اللي يصيبني ممكن يصيبك أنت بغض النظر عن نوعيتك، فأنا ما ممكن يعني أتخلى عنه، اللي يصيبني يصيبك بالنتيجة. الهواء اللي يتلوث عندي في منطقتي راح يوصل إليك ويوصل إلي، والشجرة تقطع هنا سيكون لها تأثير، يسمونه هذا البترفلاي إفكت، يعني تأثير الفراشة. كل إحنا يعني نركب سفينة واحدة، وأي خلل يصير هو يصيبنا جميعا. فهذه المسألة بعد الأديان ما زالت، يعني الأديان والعقائد القديمة المتبقية ما زالت تعاني أو تسبب معاناة الآخرين بسبب هذا التعنت والتزمت والانغلاق على ذاتها. فهذا ما ممكن بعد، يعني هذا مو بصالح البشرية ولا بصالح أي شيء ولا بصالح حتى الأديان نفسها. يعني أنا أتوقع من أنه واحد أدى دين الآجلي عليه أن يظهر قيم التسامح، قيم المحبة، قيم اللي تتوحد الناس. هو أعتقد بهذه الطريقة هو راح يكسب، ما راح يخسر، ما راح يكون حجر عثرة أمام الناس، ما راح يكون سمعته سيئة. على كل حال
أنا أقول إذا كانت فعلا أنه الدول الأوروبية أو فرنسا ما دام هي الأزمة يمها، كيف استقبلت هاي الدولة 6 ملايين مسلم وبعض يقول 8 ملايين مسلم، كيف منحتهم حقوق كاملة إذا كانت تتعمد كراهية للمسلمين والإسلام؟ هذه هي علامة كراهية الظاهرة طبعا تشمل أوروبا كلها مثل ما قلت، وأكو 50 مليون أو 55 مليون مسلم بها. إذا كانت هاي الكراهية فمرحبا بها يعني بصراحة. المهم أكو آخرين سمعت منهم كثير يقولون بأن ما فعله الشاب الشيشاني مرفوض، ولكن ما الحاجة للإساءة للنبي يقدسه ربع سكان العالم؟ هذه هي حرية التعبير. أنا قلت نعم، بالنسبة للعالم الغربي هكذا الأمر، فقد تعلموا منذ الصغر بأنه من حق أي إنسان أن يعبر عن آرائه وأفكاره، هذا هو من حقهم أن ينقدون أي فكر وأي دين، ولكن الذي ليس من حقهم هو الإساءة للأشخاص. يعني حدود حريتي تنتهي بحدود حريتك. لكن عندما نأتي للنبي أيضا هو شخص، لكن النبي هي صفة، صفة لرسول، وهذه الصفة أصبحت هي جزء متكامل من دين يعني الآن النبي ليس شخص، الآن هو رمز لدين وموجه للدين، يعني أصبح ملك البشرية. يعني الآن ما ممكن نقول المسيح هو شخص، لا، هو ملك البشرية بأكمله، وهو فكرة ومسؤول عن فكرة، وحوله دارت قصة أو سردية كبرى إنسانية كبرى. عندما يتحدث عن النبي أو يتحدث عن المسيح أو يتحدث عن كونفوشيوس أو نتحدث عن بوذا أو غاندي أو دوستويفسكي، كثيرين. أنا ما أتحدث عن دوستويفسكي الشخص، ولا أتحدث عن تولستوي الشخص، ولا أتحدث عن سبينوزا الشخص، أتحدث عن فكرة وعن تأثيره في الثقافة العالمية والمجتمع الإنساني بأكمله. إذن الحديث عن الأديان أو نقدها ليس بشيء، لم يأتي بشيء إمرأة كما يقال، إنما الأديان، والأديان بالمناسبة الأديان لم تأتي تنزل من السماء. أكو خلط بين الدين وبين الرسالة النبوية، أكو هنالك وحي، لكن الوحي ليس هو الدين. علينا أن نفهم هاي المسألة عندما يسأل الأديان. لا، ماكو إسأل، الدين هو يضع فقهاء، الدين هو قراءة للنص المرسل، أو إذا افترضنا بأن النص منزل من السماء، هذا النص أكو ناس قروه وكل إنسان يقرأ بطريقته. هؤلاء أسسوا أن الدين هو هذا اللي موجود الآن، هذا الدين بأشكال متعددة، الشيعي السني الأباضي، يعني المذاهب مختلفة، لكن بالنتيجة هذا كله لا يعني أنه شيء مقدس. المقدس بالمعنى الدقيق، المقدس هو النص المنزل، هو الوحي. لكن الدين بحد ذاته ليس منزل، ممكن أي واحد ينتقده وأي واحد يعترض عليه، يعني هذه المسألة لازم نحددها. أكو آخرين شو يقولون؟ يقولون أنه احترام العلمانية الدين هو وعدم معاداة الدين، هاي مجرد كذبة ووهم، ويحاولون يصورون شيء غير موجود، ويقال بأنه النظم العلمانية لا تدخل بالشأن الديني، وأن من حق الدولة العلمانية. هناك آخرون يقول بأن احترام الإعلان أو الدعاء احترام العلمانية للدين وعدم معاداته هاي مجرد كذبة، وبدليل بأن النظم العلمانية لا تدخل بشيء صعب. هناك آخرون يقولون بأن احترام العلمانية للدين هو مجرد كذبة، لكن أنا أقول النظم الألماني صحيح ما يدخل بشأن الديني، لكن من حق الدولة العلمانية أو أي دولة أن تتدخل في الشأن الديني إذا كان عامل يهدد وجودها أو يهدد السلم المجتمعي. يعني هو الدين أنت عندما تحوله إلى سياسة، عندما هو الفكرة وين؟ أنه أنت الدين لا تحوله سياسة، المسلمين هناك يحولوا إلى سياسة، يعني هم يعني اخترقوا الفكرة الأساسية ولم يحترموا المبدأ الذي جعلهم مقيمين ومتجنسين في تلك البلاد، واللي حصلوا على أساس حقوقهم كانت أن ينخرطون ضمن الدولة العلمانية هناك.
انت ما يصير تجي هناك وتسوي لي شيء، تسوي لي مجتمع موازي كما قال هو ماكرون. يعني طبعا هنا هو مو ملاحظه، هي حقيقه. يعني انت هناك تروح تلقى مدن كامله تقريبا هي مخصصه فقط للمسلمين ولا يسمح بدخول اخرين، وتطبق شريعتها الخاصه، ولم يكتفوا بذلك انهم بداوا يطالبون الدول، الدوله الفرنسيه هاي ليست يطالبون بتطبيق شريعتهم بشكل رسمي. يعني الدوله اللي كان هذا بعد شويه راح ينشطر، يصير عندنا جانب المسلمين شريعه خاصه، ويصير عندنا دولتين، وشويه شويه يصير ميليشيات وانتهى الموضوع. هذا ما يجوز، انها هي قضيه مو فرنسا طبعا، هاي بالمانيا موجوده، بانجلترا موجوده، اكو مجتمعات من هذا النوع بالنرويج بالسويد. هذا ما ممكن. يعني الناس مو غشمه تجي تضحك عليهم بهاي السوالف، ولا هم اغبياء، هم اصلا هم يضحكون علينا. يعني نحكيها بصراحه، يعني احنا نجي تالي سنين نبيع هاي الكلاوات مالتنا ما ترام. على كل حال اللي اقوله انه هاي الدوله الالبانيه اللي ما تدخل بالشان الديني الا اذا يكون عامل تهديد لوجودها. فكيف الامر بفرنسا اللي هي دوله اصلا، الجمهوريه قامت اصلا في على حطام الدين ومؤسسات المستبده. يعني هم هاي المساله مو يعني هم عندهم خبره هائله بها، وقاتلوا وضحوا بالكثير من اجلها. يعني انت تجي الان تريد يعني تسوي دوله دينيه، هم اصلا حرقوا العالم والتاريخ كله وغيروا وجه التاريخ بثورتهم الفرنسيه. هي اصلا على شنو ثورتهم الفرنسيه؟ هي ثوره على الدين وعلى الملكيه. يعني انت الان يعني جاي بعد 250 سنه تريد تصير يعني عبقري وتريد تضحك عليهم؟ يعني هذا الشيء يعني بصراحه هذا يعني يثير الضحك يعني ما اعرف اي عقليه هذه. يعني على كل حال انه المفارقه الاخرى ان من ينكر وجود ازمه يضطر، شوف المفارقه، انه يضطر حتى يثبت صحه مزاعمه للانتصار ضمن القيم الغربيه والفرنسيه تحديدا دون ان يشعر. طبعا شو يسوي؟ ياخذ من عندهم القيم، يعني يشتري من عندهم ويبيع عليهم. يعني يشتري من عندهم القيم اللي هم اخترعوها واسسوها ولم يسبقهم احد اليها، وهاي ياخذون هاي قيمهم واخلاقهم ثم يرجع يبيعها عليهم. وهذا طبعا تصرف يعني يعبر بشكل صارخ عن ازمه الاسلام والمسلمين. اولا بانه هم عاجزين عن الدفاع عن قيمهم باسم قيمهم، انما يستعيرون قيم اخرى حتى يدافعون عن انفسهم وعن دينهم. يعني هذا يعني انا شيء عجيب، انه انت تدافع عن دينك امام الاخرين يعني من غير المسلمين، تحتاج القيم العلمانيه حتى تدافع بها عنها، ولا تسعفك القيم الدينيه التي انت تدافع عنها. هذا شيء عجيب، معناته انت تدافع عن شيء مفرغ اصم، لا يعطي لا ياخذ ولا يعطي. يعني هذا اللي انت متمسك به هو اشبه، يعني كما قلت هو اشبه برواز، رمز لا يمنع لا يعني شيء، بدليل انك تحتاج انه تستعير المعاني من الخارج حتى تدافع عن معنى غامض. من الذي اسافه ولماذا نتناساه؟ لماذا لا نرى الراس المقطوع ونتذكر الفكره التي زرعها مشبوهونه في راسنا؟ الا يكشف هذا عن ازمه فعلا؟ واعني بتجاهل الضحيه والتضامن البدائي مع القاتل. الحقيقه ان الاساءه كانت فيما فعله الفتى وما جرى بعده اضعافا، انه الاساءه الاكبر كانت للانسان، الاساءه الاكبر للاديان، الاساءه الاكبر لكل ما هو اخلاقي واتفقت عليه البشريه وعبرت عشرات الالاف من السنين حتى نتوصل به الى مبادئ اخلاقيه فيما بيننا، منها تحريم القتل. يعني هاي المبادئ الاساسيه، تحريم الكذب، تحريم السرقه، يعني الاعتداء، هاي كلها اشياء الان احنا نتجاوزها ونقبل بقطع راس انسان. هذا شيء يعني ما اعرف كيف اصفه. مهما كانت فكرتك ومهما كانت حجتك، لا يمكن ان تشفع لاحد بقطع راس انسان، لا يمكن. قتل المعلم الفرنسي أساء لصورة الإسلام والمسلمين.
أكثر بمئات الأضعاف مما سألها هذا المعلم بغض النظر عن ما قاله. يجب إدانة القتل على الكلام، لأن الرد على الكلام يكون بمثله، وحتى على السخرية بمثلها. قلت الدين مجموعة أفكار، والأفكار بطبيعتها تنتقد ويختلف حولها، وحتى لو افترضنا أنها مطلقة وصائبة 100%، لكنها مطلقة وصائبة بالنسبة لك وليس لي وليس لذلك وليس لي، وهكذا. لازم أن يعني لازم نقترب بالواقع. الواثق من نفسه بالمناسبة ودينه يترفع ولا ينحدر لمستوى سوقي، تتآكل شهوة الانتقام وإلغاء الآخر. الآخر سأقول للجميع لن يختفي. لا حل أمامك كمؤمن بأي دين أو فكرة إلا القبول به، الدخول في حوار معه، وهذا هو الحل السليم والأسلم والشبه الوحيد أمام أي دين أو معتقد. أما الرفض والمقاطعة والقطع الرؤوس فيجعل الجميع خاسرين، والمختلف بالمناسبة ليس شرا مطلقا. أن وجود المختلف أو المختلف عليه ضروري جدا، علاوة على استحالة غيابه طبعا كما أشرت من قبل. الآن ما هو الحل؟ الحل معروف وينقسم إلى جزئين أو مرحلتين. الأولى التشخيص، وهذا أنا قمت بجزء كبير من عنده أعتقد، والثانية المعالجة. وأختصر الأمر وأقول أنه الحل هو كما أقول في تقبل الآخر، وجعل الدين أمر شخصي، وفي أبعد الحالات أمر طقسي مشترك بين جماعات المؤمنين. وهذا ما حدث قبلته الأديان اليهودية والمسيحية تقريبا، فيما عدا الإسلام بالمناسبة. السبب يعود إلى أن رجال الدين المسلمين انتصروا في معركتهم على العقل والعلم مبكرا والواقع. يعني كان بعد النكبة بعد المعتزلة، بعد المعتزلة والغزالي والإمام ابن تيمية وغيرهم، هؤلاء قرروا أنه العلم ليس لسنا في حاجة للعلم، وفي الدين ما الخير وكل الخير والبركة، والعلم ليس، والعقل أيضا هو مطية للدين ليس أكثر، أما لا يسمح له بتجاوز. هكذا انتصر العقل الديني الإسلامي على أي فرصة أو أي متنفس للعلم والعقل والفكر والفلسفة داخل مجتمعاتنا العربية. بينما فشل هذا الأمر الدين المسيحي وعلماء اللاهوت المسيحيين فشلوا في إنجازها، رغم أنهم كانوا أشد وأقسى بكثير من فقهاء المسلمين. كان هناك لا يسمح بوجود شخص من طائفة أخرى وليس من دين آخر في أي مكان، هذا شيء يعني مستحيل. بينما بلدان المسلمين كانت موجودة، يعني مسيحيين ويهود وأديان أخرى هكذا. ومع هذا بالأخير هؤلاء فشلوا في مجابهة العلم والعلماء، والعلماء والمفكرين الغربيين خاصة في فرنسا دفعوا ثمن باهظ حتى يوصلون إلى ما هم فيه الآن. نجي إحنا الآن نريد نضحك عليهم بقضايا قديمة هم تعلق شافوها قبل 300-400 سنة، إحنا نجي هسه نريد نضحك عليهم بها؟ وها والله هذا ما يمثل الدين، وهذا لا يمثل الإسلام، وهذا يعني إساءة للدين وحرية التعبير. أنا يا حبيبي هاي شغلات إحنا مالتنا، هاي موت بها علينا. شكرا جزيلا للإنصات، وراح أكمل الحلقة، ومع الاعتذار لأنه الحلقة طالت شوية. الجزء الثاني عن أمراض العقيدة وعلاجها الفكري والنفسي، وأقول بأنه لكل عقيدة هنالك أمراض خاصة بها ونقاط ضعفها القاتلة، وهي اللي نعاني منها حاليا. هذا الموضوع راح أسلط عليه الضوء، وأيضا راح أسلط الضوء على قضية ثانية عن حقوق، هل إن الأولوية لحقوق الإنسان أم لحقوق الأديان؟ شكرا جزيلا على الإنصات، وأتمنى تضغطون لايك وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة.